هذا سائل يقول: هل تجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند القبور؟ نعم، يقول: هل تجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند القبور؟ لا، المشروع عند القبور تسلم على الميت وتدعو له. وإذا ختمت بالصلاة على النبي، ختمت الدعاء بالصلاة على النبي، فلا بأس، يصير هذا تابع للدعاء، ما هو من أجل القبر. نعم.